لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس البلاغة والنقد الأدبي لطلاب الصف الثالث الثانوي الأدبي وفق المنهاج الليبي، وذلك بالتعاون مع مدرسة أورينت الافتراضية. وما زلنا مع السرقات الشعرية، وقد بدأنا بها في الدرس الماضي، وننتقل اليوم لنكمل ما تبقى من هذا الدرس لنتناول وإياكم أعزائي الطلاب أقسام السرقات اللغوية. إذن درسنا اليوم هو أقسام السرقات اللغوية. وقبل ذلك أعزائي الطلاب، نستذكر ونسترجع ما تعلمناه، خلاصة ما تعلمناه في الدرس الماضي. المصطلحات التي تدخل تحت مصطلح السرقة: الاستيحاء، استعارة الهيكل، والتأثير. أما مما لا يراه الآمدي سرقة فالاتفاق، التقاليد الشعرية، الأقوال السائرة، اختلاف الغرض. إذن هذا كان خلاصة درسنا الماضي. أما اليوم فننتقل إلى أقسام السرقات اللغوية عند النقاد. قسم النقاد السرقة اللغوية إلى ثلاثة أقسام. الأولى هي النسخ. إذن أول سرقة هي النسخ، والنسخ هو أخذ اللفظ والمعنى برمته من غير زيادة عليه، وهو مأخوذ من نسخ الكتاب، أو ما نسميه اليوم نحن بعصرنا نسخ لصق، أي يأخذ الكلام والمعنى برمته ويضعه في كتابه. إذن النسخ وأخذ اللفظ والمعنى برمته من غير زيادة عليه، وهو مأخوذ من نسخ الكتاب. والنسخ عزيزي الطالب ينقسم إلى قسمين. الأول منهما يسمى وقوع الحافر على الحافر، والمقصود بقولهم وقوع الحافر على الحافر أي أنه لا اختلاف بينهما أبدا، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي. هذا البيت شاهد على هذه الفكرة. أما الثاني من النص هو الذي يؤخذ فيه المعنى وأكثر اللفظ. إذن يؤخذ فيه المعنى كاملا، إلا أن اللفظ يؤخذ أكثره ويترك قليل منه، كقول بعض المتقدمين يمدح معبدا صاحب الغناء: أجاد سريج والطويسي بعده، وما قصبات السبق إلا لمعبدي. يقول أبو تمام أيضا: محاسن أصناف المغنين جمة، وما قصبات السبق إلا لمعبدي. إذن أخذ أكثر اللفظ وهو الشطر الثاني كاملا، إلا أنه غير قليلا في الشطر الأول. إذن النوع الثاني من النص هو الذي يؤخذ فيه المعنى وأكثر اللفظ. والنوع الثاني أو القسم الثاني من السرقات اللغوية يسمى السلخ. والسلخ ينقسم إلى 12 ضربا، والضرب أي النوع، إلى 12 ضربا أي إلى 12 نوعا. ماذا يهمنا من هذه الأنواع؟ أن نعرف تعريفه على الأقل. النوع الأول أن يؤخذ المعنى ويستخرج منه ما يشبهه ولا يكون هو إياه، أن يأتي الشاعر إلى معنى من المعاني ويستخرج منه معنى يشبهه لكنه ليس كما كتب الآخر. وهذا من أدق السرقات مذهبا وأحسنها صورة، ولا يكون إلا قليلا. ولو سئلنا في الامتحان
أدق السرقات مذهبا وأحسنها صورة؟ قلنا وما يؤخذ المعنى ويستخرج منه ما يشبهه ولا يكون هو إياه. إذن هذا هو النوع الأول. أما النوع الثاني من السلخ فهو أن يؤخذ المعنى مجردا من اللفظ. احفظ عزيزي الطالب، أن يؤخذ المعنى مجردا من اللفظ ونوعا من أنواع السلخ وليس من أنواع النسخ. أما الثالث أخذ المعنى مع يسير من اللفظ، وذلك من أقبح السرقات. ركز معي هنا، أقبح السرقات هي أخذ المعنى مع يسير من اللفظ، أم مما مر معنا أخذ المعنى مجردا من اللفظ، أخذ المعنى واستخراج منه ما يشبهه. هكذا يمكن أن يكون السؤال امتحاني في الاختيار من متعدد. أقبح السرقات إذن ما هو عزيزي الطالب؟ احفظها، وأخذ المعنى مع يسير من اللفظ، هذا ومن أقبح السرقات. ومنه قول البحتري: كل عيد له انقضاء، وكفي كل يوم من جوده في عيد. أما الرابع أن يؤخذ المعنى فيعكس، وهو من أنواع السرقات الحسنة. إذن أن يؤخذ المعنى فيعكس وذلك حسن. أما النوع الخامس أن يؤخذ بعض المعنى. إذن النوع الخامس هو أن يؤخذ بعض المعنى، وهو أيضا من أنواع السلخ. فلنحفظ أن يؤخذ بعض المعنى ومن أنواع السلخ. أما النوع السادس أن يؤخذ المعنى فيزاد عليه معنى آخر. إذن الأول يؤخذ المعنى مع قليل اللفظ، أن يؤخذ المعنى فيزاد عليه معنى آخر، هكذا نحفظها كسلسلة. أن يؤخذ المعنى فيزاد عليه معنى آخر، ومنه قول الأخنس بن شهاب: إذا قصرت أسيافنا كان وصلها، خطانا إلى أعدائنا فنضارب. إذن أيضا هذا البيت يرد إلى فكرة أن يؤخذ المعنى فيزاد عليه معنى آخر. أما القسم أو النوع السابع أن يؤخذ المعنى فيعكس عبارة أحسن من العبارة الأولى، وهذا هو المحمود الذي يخرج به أحسنه عن باب السرقة. إذن أيضا نحفظ هنا أن يؤخذ المعنى فيعكس عبارة أحسن من العبارة الأولى، وهو أيضا من أنواع السلخ. ولتقرأ هذه الأبيات التي وردت، فلربما كان السؤال حولها يدل على ما في الضمير من الفتى: تقلب عينيه إلى شخص من يهوى، أخذه المتنبي فقال: وإذا خامر الهوى قلب صب فعليه لكل عين دليل. قد يسأل الطالب في الامتحان: هذا البيت يرد إلى أي فكرة؟ أخذ المعنى وعكس العبارة في أحسن من العبارة الأولى. أما النوع الثامن أن يؤخذ المعنى ويسبك سبكا موجزا، وذلك من أحسن السرقات. أيضا فلنضع تحتها خطا ولنتذكر: أحسن السرقات أن يؤخذ المعنى ويسبك سبكا موجزا. يأخذ الشاعر هذا المعنى ويعيد صوغه صوغا موجزا، لما فيه من الدلالة على بسطة الناظم في القول وسعة باعه في البلاغة. إذا نركز على هذه الفكرة كثيرا، أن يؤخذ المعنى ويسبك سبكا موجزا، وذلك كما في قول بشار: من راقب الناس لم يظفر بحاجته، وفاز بالطيبات الفات كلهج. والخطأ في الكتاب، الخطأ المطبعي، اللهج تصحح: وفاز بالطيبات الفات كلهج. أخذه سلم الخاسر فقال: من راقب الناس مات غما، وفاز باللذة الجسور. أما النوع التاسع أن يكون المعنى عاما فيجعله خاصا، وهو معنى بسيط، أن يكون المعنى عاما فيجعله خاصا. ومنه قول الأخطل: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. أخذه أبو تمام فقال: أألوم من بخلت يداه، واغتتي للبخل تربا ساء ذاك صنيعا. أخذه أبو تمام فقال: أألوم من بخلت يداه، واغتدي للبخل تربا ساء ذاك صنيعا. وأيضا أصحح الخطأ في أول البيت، أيضا هي همزة أخرى: أألوم
هذا هو المعنى الصحيح واللفظ الصحيح. ألوم من بخلت يداه وأغتدي للبخل تربا ساء ذاك صنيعا. أما المعنى العاشر أو النوع العاشر أن يكون المعنى خاصا فيجعل عاما وهو عكس المعنى الذي قبله أو عكس النوع الذي قبله. هناك أن يكون المعنى عاما فيجعل خاصا، هنا أن يكون المعنى خاصا فيجعل عاما. إذن هذا النوع وما قبله متشابهان، هناك المعنى عام يصبح خاصا، هنا المعنى خاص يصبح عاما. أما النوع الحادي عشر فهو زيادة البيان مع المساواة في المعنى. إذن النوع الحادي عشر زيادة البيان مع المساواة في المعنى، وذلك بأن يؤخذ المعنى فيضرب له مثال يوضحه. أما النوع الأخير اتخاذ الطريق واختلاف المقصد. إذن النوع الأخير الذي يندرج تحت السلخ اتخاذ الطريق واختلاف المقصد. إذن هذه هي الأنواع التي يمكن أن ندرجها تحت السلخ، ويبقى النوع الأخير من أقسام السرقات اللغوية. القسم الأخير من السرقات اللغوية يسمى المسخ. إذن مر معنا النسخ والسلخ وأخيرا المسخ، وهذه المصطلحات ضرورية جدا للحفظ. على الأقل عزيزي الطالب احفظ هذه المصطلحات كعناوين، النسخ والسلخ والمسخ، وهي أقسام السرقات اللغوية. أما المسخ وهو قلب الصورة الحسنة إلى صورة قبيحة، وكم نقولها نحن مسخه الله قردا، أي حوله من صورة الإنسان الجميل إلى صورة حيوان القبيح. إذن المسخ هو قلب الصورة الحسنة إلى صورة قبيحة، كقول أبي تمام: فتى لا يرى أن الفريضة مقتل، ولكن يرى أن العيوب مقاتل. وقول المتنبي: يرى أن ما بان منك لضارب بأقتل مما بان منك لعائبي. فهو إن لم يشوه المعنى فقد شوه الصورة، وهذا من أرذل السرقات. مر معنى أقبح السرقات، والآن أرذل السرقات. أرذل السرقات يكون في المسخ، وهو قلب الصورة الحسنة إلى صورة قبيحة. أيضا عزيزي الطالب فلتركز على شيء في سؤال التوصيل، صل بين العمود الأول وما يناسبه من العمود الثاني. قد يكون السؤال أو يكون في العمود الأول المسخ، وما يقابله في العمود الثاني تعريفه، وهو قلب الصورة الحسنة إلى صورة قبيحة. فهذه المصطلحات النسخ المسخ والسلخ قد تكون في العمود الأول، وتعريفها يكون في العمود الثاني. لذلك أيضا عليك أن تحفظها لكي لا تنسى كيف يمكن أن تجيب عنها في الامتحان. وبهذا أعزائي الطلاب نكون قد انتهينا من درس أقسام السرقات اللغوية. آمل أنكم قد استفدتم مما قدمناه لكم، وإلى لقاء جديد بكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلكم تعقلون.